يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الشيخ محمد هادي مدخلي. كيف يدعو عن الحق وهو قال الحق وهو طالب علم قوي بالحق معروف لا نزكيه على الله لكن معرفتنا له أنه قوي شريف في الحق. طريق حق ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. محمد ابن هادي المدخلي هذا من أفضل العلماء ومن أحسنهم وصاحب سنة، ومن هو الذي يقول لا يؤخذ عنه إلا أصحاب الحزبيات قد يكون.